إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتابعين الأوفياء في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. إذا كنرحبوا جميع المشاهدين وجميع المتابعين الأوفياء لقناة سوفتي في هذا البث المباشر والحصري. أتمنى أنكم تكونوا على نظام المتابعين الأوفياء سواء داخل أرض الوطن أو من خارجه. أتمنى أكيد أنكم تكونوا على نظام ما فيها باس تعرفوا لنا بالمدن اللي قتلتنا الآن. فيها باس انكم تعرفونا بالمدينة اللي كتشاهدنا من الان. كنحيي جميع المشاهدين وجميع المتابعين الاوفياء للقناة سواء من داخل ارض الوطن او من خارجها. ملك وعليكم السلام، مرحبا بك نور، تحياتي لك، تحياتي اختي نور، تحية جميع المشاهدين وجميع المتابعين الاوفياء عبر قناة سوفتي. اذا المتابعين الاوفياء كل كرف بان خطر الديول اي للسقوط وخطر للأسف الشديد يهدد سلامة المواطنين جميع المدن المغربية وكذلك خاصة في مدن العتيقة. الخطر هذا يهدد السلامة ديالهم أكيد، الناس راه كتعاني في صمت للأسف الشديد. إذا شنو رأيكم متابعين الأوفياء في الديول أي للسقوط وشكون المسؤول؟ مصطفى، مصطفى تحياتي لك، حي مصطفى، صباح النور مالك القصر، صباح النور نورا، انا من كازا، مرحبا بك اختي نورا، وتحيه للمتابعين الاوفياء لقناه شوف تي في سواء من داخل ارض الوطن او من خارجه في هذا البث المباشر والحصري. تحيه لجميع المشاهدين وتحيه لجميع المتابعين الاوفياء، كنحييكم من مدينه العرائش. السمق لي كيقلي اكيد المتابعين الاوفياء، البرد قارس، نطلبوا الله السلامه للناس اللي بدون ماوى للاسف الشديد. اذا كنحييكم متابعين الاوفياء. اذا شنو رايكم في المدن او في الديور الاي للسقوط اللي كتشكل خطر على المواطنين، اللي كتشكل خطر على المواطنين متابعين الاوفياء؟ في نظركم شكون هو المسؤول؟ شكون هو المسؤول متابعين الاوفياء؟ الله يحفظكم خي مصطفى، الله يحفظك، تحياتي نعيمة، مرحبا بك اختي نعيمة، مرحبا بجميع المشاهدين الاوفياء لقناة شوف تيفي سواء من داخل ارض الوطن او من خارجه. هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. اذا المتابعين الاوفياء، منازل الديور الايلة للسقوط اللي كتشكل خطر على المواطنين وكتهدد سلامتهم والارواح ديالهم والناس اللي كتعاني في صمت في المدن القديمة في الديور الأيلة للسقوط للأسف الشديد، في نظركم مسؤولية من؟ أكيد أنها مسؤولية مشتركة متابعين الأوفياء، والناس كتعاني في صمت، الناس كتعاني في صمت للأسف الشديد، الناس كتعاني في صمت. أكيد أن الديور الأيلة للسقوط تضافر الجهود سواء من الحكومة ومن الجماعات والسلطات من أجل إنقاذ هاد الناس هادو من شبح الموت واللي كيشكل لهم خطر، اللي كيشكل خطر اليوم في أي لحظة من اللحظات. عندنا مباشرة من ساحة التسامح، الساحة الجميلة والهادئة، الساحة الجميلة بمدينة العرائش. إذا تحية للإخوان وتحية للمتابعين الأوفياء بمدينة الدار البيضاء وجل المدن المغربية اللي كتشاهدنا الآن عبر البث المباشر والحي وكذلك من خارج أرض الوطن. ليزيد كقلنا المدينة القديمة كلها خصها تهدم، أكيد أن المدينة القديمة راه خصها تهدم وأنها كتشكل خطر على سلامة المواطنين أكيد. خيالي تحياتي لك، هاي المدينة القديمة خصها تهدم أكيد، نطلب من الله السلامة للجميع وأن ميت أدى التوحد وما يطيح على التوعد. المولار كي قلنا أكيد الفقر هو السبب، الفقر هو السبب كله شنو كيقول في الرأي ديالو. حتى كتلقى المنازل
ديال المدن العتيقة للأسف الشديد متأكلة، وأن كتلقى حتى الحيوط أو هشة للأسف الشديد، وأنها تقدر تطيح في أي وقت من الأوقات. المشكل العريق في المدن العتيقة وفي الطيول أي للسقوط، أنهم كتلقاهم يعني حدا بعضياتهم وملاصقة مع بعضياتهم، يعني إذا طاحت طاح غير حيط أو طاح غير سور أو طاحت غير دار، يعني تقريبا راه مجموعة ديال الطيور كتولي قايلة للسقوط، لأنهم كتلقاهم هذا داخل في هذا وهذا جبر من عند هذا وهذا. للأسف الشديد هنا كتكون تقدر تكون الكارثة كبيرة متبعين الأوفياء. إذا مرحبا بجميع المشاهدين ومرحبا بجميع المتبعين الأوفياء. إذا شنو رأيكم في المنازل أو الديور الآيلة للسقوط اللي كتهدد سلامة وصحة المواطنين؟ وفي نظركم شكون هو المسؤول على هذا الخطر اللي كيهدد الناس وساكنة المدينة القديمة؟ الناس ساكنة المدينة القديمة اللي كتعاني في صمت للأسف الشديد، كتعاني الويلات وخايفة على راسها في أي وقت تقدر تودي بها إلى الهلاك، وتقدر تودي بها إلى الكارثة، تقدر تودي بها الهلاك وتقدر تودي بها إلى الكارثة للأسف الشديد. إذا كما قلنا متبعين الأوفياء، فالمدن العتيقة كتبقى دائما مقبرة جماعية للأسف الشديد للمواطنين، مقبرة جماعية للأسف الشديد في المواطنين. طلبوا الله السلامة أكيد، وده الشيء اللي وقع في مدينة الدار البيضاء، أن طلبوا الله أنه ما توقعش في مدينة أخرى، في مدينة أخرى كمدينة العرائش أو مدينة أخرى مغربية، لأن راه كتودي بأرواح وكتشرد أسر. أكيد الناس كاينة صغير في الزنقة، ما عندهم فين يمشيو، ما عندهم لا حنين ولا رحم، وخاصة في الدار فيها في هذا الوقت هذا البارد والممطر. إذا كنشكر جميع المشاهدين وجميع المتبعين الأوفياء اللي قناة شوف تيفي مباشرة من مدينة العرائش مع البطاوي. شنو رأيكم في المنازل والديور الآيلة للسقوط اللي كتهدد سلامة وصحة المواطنين؟ ومن المسؤول عن هذا المشكل؟ إذا تحياتي للجميع، ونتلاقاو في موعد لاحق إن شاء الله.